مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. الدرس الجديد من كتاب النشاط للصف الثاني ابتدائي English for Iraq Second Primary Activity Book Page 30 and Page 31 from Unit 2 Lesson 7 من الوحدة الثانية الدرس السابع. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم القناة. عندنا مجموعة من التمارين راح نتعلمهن وراح نحلهن سويا. التمرين الأول نمبر 1 يقول لنا trace and copy. يقول لنا trace معناه طوخن وبعدهن سوي لهن copy يعني انسخ الأرقام. طبعا from 1 to 10 من 1 إلى 10. 1 2، عندنا 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسه ايش راح نسوي؟ راح نسوي لهم كوبي، راح ننسخ الارقام على السطور الموجوده بالاسفل. راح نبلش بنمبر 1 خط عدل. عندنا نمبر 2 عندنا 3 4 5 6 7 8 9 and 10. بهذا الشكل نحل التمرين الأول. طبعا يعلمنا بالأرقام، طريقة كتابة الأرقام. الأرقام جدا مهمة، لازم يحفظها التلميذ، يرددها ويرسمها بهذا الشكل الصحيح. ننتقل للدرس الثاني بعنوان count and write. count and write عندنا مجموعة من الأشياء هنا راح نحسبهن عددهن وراح نكتب العدد هنا. عندنا أول شيء عندنا روبوتس. روبوتس اللي هي الروبوتات أو الرجل الآلي. راح نشوف جد عددهن 1 2 3 4. إذا عندنا 4 روبوتس، 4 روبوتات. اللي بعده يويوز اللي هي لعبة اليويو. كم عددهن؟ How many؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا عندنا 8 يويوز. عندنا البايكس الدراجات. How many? 1 2 3 4 5. إذن 5 bikes، 5 دراجات. عندنا السويس الحلويات. 1 2. إذن 2 sweets، حلويات 2. نمبر 5 عندنا الرقم 5، الصورة أو المجموعة الخامسة. عندنا عندنا البويز اللي هم الأولاد، كم عددهم؟ 1 2 3 4 5
6 7 إذا عندنا 7 boys. عندنا كايت اللي هي طائرة ورقية، كم واحدة؟ 1. إذا 1 كايت طائرة ورقية واحدة. عندنا بعده البوكس اللي هي الكتب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا عندنا 9 books 9 books، 9 كتب. عندنا بعدها البولز، بولز اللي هي الكرات، جر عددهن 1 2 3، إذا 3 balls 3 كرات. آخر شيء عندنا البالونز، بالونز اللي هي النفاخات أو البالونات، how many جر عددهن 1 2 3 4 5 6، إذا عندنا 6 balloons 6 balloons 6 بالونات. طريقة هذا التمرين هو يعلمنا نحسب الأشياء اللي موجودة بالصور، تمام، ونكتب الأعداد أو الأرقام بهذا الشكل. عندنا هاي الكلمات، عندنا هاي الكلمات لهذه الأشياء اللي موجودة هنا. راح أعيدها مرة أخيرة: robots, you use, bikes, sweets, boys, kite, books, balls, balls, balloons, balloons. إذن هذه هي الكلمات، معانيها روبوتس اللي هي رجال آليين، عندنا اليويوز لعبة اليويو، عندنا البايكس اللي هي الدراجات، عندنا السويتس اللي هي الحلويات، عندنا البويز أولاد، كايت طائرة ورقية، بوكس كتب، بولز كرات، بالونز نفاخات أو بالونات. هذا كل ما عندنا بخصوص صفحة 30. عندنا صفحة 31 trace and copy، نريد من عندنا نطوق حرف ال ي ي ي صوته ي ي ي ي، لكن اسمه واي، اسمه واي وصوته ي ي ي، مثل يو يو يلو. خلي نطوق اول شيء trace، نسوي للحرف ال ي ي ي ي بهذا الشكل، ي ي. هسه ايضا راح نسوي له كويس مره اخيره لهذين الثلاث حروف، ي ي ي. هسه راح نسوي له كوبي، ننسخ الحرف على الأسطر اللي موجودة بالأسفل، يه 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 يه. عندنا هاي الكلمتين مفقود أول حرف من عندهن اللي هو حرف ال يه يه، يو يو يه يه، يلو يو يو، يلو يويو يلو. إذن هذا هو صوته، وهذه هي طريقة كتابته لهذا الحرف. الكلمات اللي موجود بها هذا الحرف يويو يلو، يويو يلو، صوته ي ي. عندنا التمرين الرابع والأخير لهذا اليوم، عندنا بعنوان ماتش ماتش. عندنا راح نطابق المقطع الأول من الكلمة مع المقطع الثاني من الكلمة، طبعا موجود على الجامبين، مقسومة الكلمة إلى نصفين، راح نطابق النصف الأول مع النصف الثاني للكلمة. عندنا مثل ما تعرفون dates, grapes, watermelon,
وعدنا المانجو، وعدنا البنانا، وعدنا البيرو. هذا الصراحة مطابق، منطينا الأولى اللي هي التمر ديتس، مثل ما تشوفون حالنا بهذا الشكل ديتس تمر. اللي بعد عندنا هذه بانا بانانا بانانا. اللي بعد عندنا العنب، شنو اسمه؟ اسمه grapes grapes. اذا بهذا الشكل المقطع مالته هذا. اللي بعد عندنا water watermelon water ميلون، المقطع الثاني. اللي بعده بير بير، اللي هو العرموط. عندنا آخر واحد المانجو مانجو، اللي هي فاكهة المانجو. غدًا دايتس بانانا غريبس ووتر ميلون بير مانجو ديتس غريبس ووتر ميلون مانجو بانانا بشير. هذا كل ما عندنا لهذا اليوم. اذا عندكم سؤال واستفسار اتركوه بالتعليقات، او تقدرون تنضمون للبث مباشر كل يوم احد اثنين ثلاثة الساعة 9. وايضا لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الاشعارات، وضغط زر اللايك لدعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.